شنو الذهب؟ كل الاشياء الاخرى ما جاء من الذهب. كل توا المعطيات اللي نحكوا فيهم صح، اذا شكون تعرف؟ يعني فما واحد تونسي توا بحكم يستفيد بالدرجه ويسمع فيها في اليوتيوب مش فيها بالوضع بتاع ولكن احنا خلينا مازال مربعين دينا، ما كل احترامات الاجتماع تاع اليوم هذا المقهى السياسي انا مع 10% المقهى السياسي. لما كان الشارع، كان هذا قدره باش نخاوفوا الناس في الشارع نجوا للشارع. لا لا ما عندنا لا، انا وليت واحد مع واحد يساوي جوج اصوات. هذا هو المفيد، وهذا هو اللي يلزمنا نوصلوا له. انا الحقيقه نتساءل نقبل بالي حزب المسار اللي معروف حزب الناس موجوده في الفرنسيا موجود ناس معروفين مركبة تحت شوارع. اليوم القدر ما لقاوش طريقة باش نزلوا أعضاء الحزب باش ندخل الناس في الحزب. الرابع لا ما فما شباب، ما كنا احتلالاتي فما خمس شباب جبتهم أنا معي. وقال لك النور الاحترام الناس كلها ما تقول لهم لو كان يا ناس باش نفكروا في الطرق باش ضدك باش ندخلوا ونحكيوا مع الناس أنا باش نقعدوا كيما كنا كيما معاك وهذا باش تلقاو معاك على مود فرض المستوى ونحبوا ولا نحبوا الناس الآخرين عندهم طرق تاع باش يوصلوا للشعبوي يوصلوا للناس ويعرفوا اللي فيهم يجيبوا 10 ولا يجيبوا 5 وهما بصفه ديمقراطيه تلعب دونك باش يفرضوا علينا افكار الديمقراطيه اللي يلعبوا دونك احنا لو كان ما لقيناش حد باش نقاوموه وبديك فما شكون تشوف تاع البلديه مدام صوفيا ولا وياها موجودين في البلديه فهمتني مالغري اللي شايفين عندنا 9 اصوات في قائمات المستقله وانا قاعدين قصير الشيء اللي قاعد نصيروا فيه مع التحالفات في مازال تصعيدين ما بين زوج الاحزاب وفما شكون على الفولتين ما عادش كان نديه فولتين لان غرونا المره الاولى غرونا المره الثانيه ونظركم ما تقولتوش يعاودوا يلعبوا بينا المره الثانيه وكان احنا سامحوني بالكلمه راني كان هاك خدت الحقيقه فديت وعييت لو كان احنا نسموا نقولوا فسد عباد نخدموا نخدموا الميدان شو نخدموا الميدان؟ عندنا عامه جات الانتخابات لو كان كل واحد منا يقوم دور وشو دور؟ دور انا نجيب 10 الناس معايا وانت تجيب 10 الناس كل واحد يجيب 10 الناس معايا نولي بعيد ونسينا من الامور نحكيو على السياسه ونحكيو على الاقتصاد ونحكيو على الفلسفه ونحكيو على الكل ما عادش يهم لان الناس كل تعرف الناس كل تعرف روحها ما تخافش من الخبزه الناس كل تعرف العدو واش قاعد يعطي في البلاد دونك انا كيفاش باش نفوق العدو كيفاش باش نمشي من القهوه نبدل مع الوقت في القهوه ونحكي معاهم ونجيبهم معي هذا هو المهم المهم يزيدوا المقاهي يزيدوا المقاهي ونظلوا نهضوا للدار هذه كويسه ثم فما دي كومبا اخرين اللي صرنا نستغلوه توا جامعه شعبيه عندنا هذه ثلاث ايام وهي تشبه في مواضيع حساسه في وينك احنا كعزب مصر في وين الناس تقول لك الناس تقرا لي تقرا الناس عندهم جيش عندهم واحد وين احنا مقابلنا بشيء هذاك يا اخي انا كمواطن ما زلت نقبل انه عاد في نمنامه ما نعرفش عليها شو مش في البلاد حسب المصاري يسمى يدخل معك هذه ما يخليش شغل شعبي شغل شعبي واحد وكان يسمى يسمى نقول كل منطقه موجود فيها النهضه ما بدل ما يتحدث مع حد ساسي امبورتون فهمتني لازم نخبوا فيه في مخصص الشباب يسمى استراتيجيه كامله شوف الصرف تبارك الله هذه تخدم مع الشباب عندك الكليه تعرف شوف تصير خير مني خير مجد كيفاش باش نوصلوا للشباب هذوما اي الى متى باش نستناو باش نستناو باش نعمل فرق عمل خاصه انا نخدم مع الشباب ومشينا مع الشباب ومجبر كيما احنا بالفرع في مسار اللي مشى في الشباب ودار الولايه هذه دينا بدينا ودار الولايه هذه دينا بدينا وين نمشيو لهم ونقولوا لهم لا نهضه لا نداء شكونكم انتم احنا مسار يقعدوا يسمعونا البلاصه موجوده اما احنا ما بقيناهاش وذكروا فهمني بدلوا هذه ورقه العمل بتاعنا كان نحبوا نخدموا نخدموا للشباب ونخدموا على كيفاش نقولوا لهم يزيونا من لا كاليتي ويزيونا من الناس كل فاهمين شو صحيح ولا لا نخدموا باش مليون الاف وقت نجيب منظر معنا تحكيوا التحالفات مع الاحزاب السياسيه الاخرين اللي تعرف منا جيت انت فين رواه الوقت انا نمشيو عندي سن ما نعرفش اللغه بزاف اما انا عندي انا 100 مليتور وعندي 30 مليتور شفتوا في الاوروبان شوف نضروا علي دونك خويا انا كي نحب مسار نقدم ونحب نعمل هاد ساعات نخدم روحي انت استعمل حتى لو عندي 2 مليتور 2 مليتور 2 مليتور بعد ما نشوف فورم مره اخرى ومن ظهركم ما تغلطوش مش تعاودوا تبرشوا بالاغلاط اللي عملها من الفن راجعوا فاسده وتبارك الله المفكرين الموجودين في حزب المسار دونك راجعوا فاسده وخاصه نشوفوا طرق العمل باش نشوفوا المواطنين ونحكي مواطنين. Sa politique est